القرارات اللي خرج بها المكتب الفيدرالي اولا استئناف المنافسه بالنسبه لكسب المحترف الاول والثاني وكذلك فرق الهواة بطولة الهواة للفئات الكبرى فقط. هذا يبدا بعد نهايه الحجر الصحي، يعني بعد هذه نهايه الحجر الصحي تبدا مده التحضير. هذه المده تستغرق بين 5 إلى 6 أسابيع، ثم تليها بدايه المنافسه لمده شهرين متتاليين، وين يعني تلعب كل المقابلات، وهنا ينتهي الموسم 2019-2020. ثم هناك اسبوع للراحه بالنسبه للاعبين، راحه يعني تامه. بعد ذلك تستأنف تحضيرات الفرق لتحضير الموسم 2020-2021. هذه الفترة تدوم بين 21 يوم إلى شهر، ثم يبدأ الموسم الجديد مهما كان التاريخ. وبداية يعني فترة التسجيلات الميركاتو الصيفي يبدأ يوم الانتهاء الموسم 2019-2020 وبداية الراحة التدريبات نتاع اللاعبين مع الأندية. وهذه الفترة تقدر تمشي حتى جولتين أو 3 من بداية الموسم الجديد. قرار آخر هو إنهاء الموسم بالنسبة لكل البطولات تاع الفئات السكانية وكذلك الفئات النسوية وكرة القدم داخل القاعة. بالنسبة لكأس الجمهورية، هنا بالنسبة للأكابر المقابلات ستتم، يعني مقابلات الدور الربع النهائي إياب ثم النهائي ثم النهائي. أما بالنسبة للفئات الشبانية والنسوية وكرة القدم داخل القاعة، تستأنف كأس الجمهورية عند بداية الموسم بعد التحضير. نبدأ بالكأس، ننهي الكأس، ثم نشرع في البطولات المختلفة.